جهتين رقابيتين كل واحدة لها تخصصها اتفقوا النهاردة انهم يتعاونوا. هيئة العامة للرقابة المالية بحكم الدستور وقانونها طبعا هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بتنظيم وتطوير والرقابة والإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية، هي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، حاجات كتير جدا. من ضمن اهتمامنا كرقيب انه السوق ده يبقى فيه منافسة حرة عشان يبقى فيه شفافية عشان مصلحة العميل وعشان دخول لاعبين جدد فيه. في نفس الوقت جهاز حماية المنافسة من اسمه وقانونه يهتم بكل ما هو حماية منافسة ومنع ممارسات احتكارية ضارة في مصر، مراعاة لأن الأنشطة المالية متخصصة جدا وتؤثر على أسواق وتؤثر على استقرار مالي. تم الاتفاق أنه نتعاون لما يبقى عندهم شكاوى أو موضوعات بيفحصوها أنه يرجعوا للهيئة للحصول على يعني إيه الرأي الفني في هذه الموضوعات بحكم اختصاصها. كمان ضمن الاتفاق أنه نتبادل معلومات، أنه نعقد ورش عمل للشركات بقى اللي احنا بنراقبها عشان نوعيهم إزاي لا يقعوا سواء بحسن نية أو سوء نية في مخالفات لقانون حماية المنافسة. وبالتأكيد هذا القانون بيسعى إلى مصلحة عامة، بيسعى إلى مصلحة المواطن في المقام الأول، لأنه كلما كان هناك احتكار أو ممارسات ضارة في مجال المنافسة هتنتج عن إيه؟ يا خدمة أسوأ بيتلقاها المواطن، يا تكلفة أعلى. وبالتالي غرضنا واحد في مصر سواء كنا هيئة رقابة مالية أو جهاز حماية.